ليه متحدث الحكومة طلع من كام ساعة وقال أخبار سارة؟ وإيه هي الأخبار السارة؟ وإيه علاقتها بالدولار وارتفاع الأسعار؟ تعالوا نشوف إيه هي الحكاية. المصريين صحيين نايمين بيحلموا بالدولار والأسعار والأخبار السلبية والغلا، لكن مفيش أزمات بتدوم للأبد ولا رخاء بيستمر للأبد. وأزمة الدولار لو دورنا على أصلها هتلاقي إنها أصلاً أزمة مستوردة، بدليل ما كانتش موجودة قبل 2020، كانت الدولة ماشية زي الفل. لكن اللي حصل كان في كورونا، بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وختمت بحرب غزة، خلى الأزمة ظهرت في مصر علشان أكتر من سبب. السبب الأول هو خروج مليارات الدولارات الساخنة من مصر أو السوق في ظرف أيام، وفي نفس الوقت ارتفعت أسعار السلع عالمية كلها بسبب تكليف النقل ومخاطر الملاحة الدولية والأحداث في العالم كله ومنطقتنا بالأخص. مهما كانت الدايرة سودة من بعيد، كل ما تقرب منها هتلاقي إن في زوايا كتير منورة البلد، وإن الوضع مش سيء بالدرجة اللي الناس بتتكلم عنها. المهم نرجع لموضوعنا. المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني طلع زي ما قلنا من ساعات وقال ان في مفاوضات شغالة دلوقتي على جدول زمن جديد بيتم بمقتضى متابعة تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي. ولما تسأل عن أزمة الدولار قال إن الدولة هتقدر توفر تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لتمويل عجز العملة الصعبة لضبط السوق. وقال الحمصاني إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر فزالت مستمرة والمشاورات شغالة، وإن شاء الله نأمل خير في هذا الإطار، وسيتم إعلان أخبار سارة وإيجابية في هذا الصدد. وبكده يخلص المتحدث الرسمي الحكومة كلامه من غير ما يقولنا هيجيب دولارات منير وهيوفرها إزاي خلال أيام. وطبعا ده راجل مسؤول في منصب مهم جدا، وهو لسان حال الحكومة ومتحدثها الإعلامي مفيش كلمة بيقولها غير بتعليمات مشددة، وعشان كده ما قالش إزاي الدولة هتقدر توفر دولارات خلال الأيام اللي جاية. هل البنك المركزي أصلا جمع دولارات ولا لسه؟ وإيه مصير التعويم؟ هل فعل الحكومة أخذت القرار وناقص رتوش بسيطة وهيتم الإعلان الرسمي عن اتفاق صندوق النقد الدولي وحجمه وقيمة القرض؟ كل ده أكيد هنتابعه معاكم هنا لحظة بلحظة. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.